ستاتستيك ديستانس باركور عندك 39. سيركوي فابوري 105 بياسة. ديراباج مينوت اوربي سوبر لا هذا كم نستعملش هنا الجيروسكوب نستعملهاش جينيرال اون ليني ما لعبت حتى شيء مود سون فيل ما لعبت حتى شيء جينيرال علاش سيركوي فافوري حطوا لي لا غون توربيون بيلوت فافوري ماريو فيكيل فافوري مش مخطط تو كنلعب بها منكم بي توشي لو بوان سي افيك انا مي بو لحظه برك خدت في بالي انا مي بو استعملته في الكونت الاخر مش في الكونت هذا لحظه برك نجيب امي بو يوشي Donkey Kong ou Mario Za Mario موجود ou Luigi مش موجود لحظة فقط خلينا نجيبهم الكل نجيبهم تانيك باهي نحط لي سامي بوبا حدايا باهي نبداو برينك رينك نتاع الماسك ماجوراس ماسك منعرفش اسكو كومباتيبل ولا لا اوكي عنا بهذا تستيني به امي بوم تاع ماريو اي
هو امي بو نتاع شو اسمه نتاع العريس نتاع اوديسي اما اعطانا تيني نتاع ماريو عادي يعني اي امي بو ماريو يعطيك تيني بركم اللي هو نتاع ماريو هذا امي بو لوجي عادي تيني لوجي عادي به عندي امي بو يوتشي المخيط بالخياطة ازرق ديجا اوكي حط عليهم كرواء وكلهم ديجا هي اوكي يعني نزامي بوري حط عليهم كرواء ما تنجمش يعني هذوكم يعني خذيتهم انت باهي قعدوا لي تو نزامي بو متاع شو اسمهم متاع سبلاتون باش نستعمل القرنيطة راه تو تراكي نستعمل الاميبو متاع بوي ديجا فيغوي اوكي 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 يعني الاميبو سبلاتون اي اميبو سبلاتون ديجا كي تعمل راسي فيغوي هذا هو متاع سبلاتون الكل شنو اللي زامي بو اللي قاعدوا عندي لحظة بركة ثم بيتش عندي منها دوكي كوك ما عنديش تواد ما عنديش باوسر عندي دوك باوسر عندي واريو ما عنديش بيك مان انيمال كروسيك ما عنديش ميجا مان اكاو ديجا قاعدوا عندي زوز عندك عندك بيتش هذه واحدة وعندك باوزر وكهو زوز بيتش وباوزر وباوزر كيف كيف هكا كاس النجمة ولا عندنا ثلاثة فيه ضروري نستعملوهم كي نستعملو اوكي اهم يا يعني نستعملو غير كاس كذا ثلاثة كهو اهم ميريو ماريو لوجي يوشي لينك اسبلاتون يا نمشيو يا كوب سبيسيال كوب اوف كوب كروسينغ وانا نرجع كوب كاراباس باهي نكملو ثلاثة كوبات هذوما وتقعدو لنا الحلقة الجاية نكملو ثلاثة كوبات هذوكم في الساكونت سيس في الساكونت بيان سور نبداو على بركة الله بعد الكوب هذا نلعبو بزيات خير وتيني اميبو هذا متاع الوي اذا نتذكرو مليح في الوي والبقرات في الوي باهي عملنا موتور خاطر في بالي موتور اسرع انا
البقرات. كي نخلي روحي ما عندي حتى شيء. نخاف. هذه ما حالها بتضرب مكانك، ما عنديش حل لها. اوكي سهل مش صعيب، وبالموتور اسرع يهري حسب ما نشوف. انا من عشان انتم يعني نجم تقولوا لي ولا لا، لما يهري بالموتور اسرع. خلينا ديك نعمل حتى السيس نشوف شو حكيته بالضبط. معلم سيبتها لو عفوا. سيركوي ماريو بتاع الجومبوي ادفانس، اي ثم حتى ماريو كارت على الجومبوي عشان نقدو حلقه فيها سلسله كلها بتاع ماريو كارت اللي تلعبوا كلهم. في كتير تبالغيس ازحي حاول قوة الله بالله.
لا عاد تكون عاد حبيت ناخذ فلوس حبيت نلمد فلوس عشرة على عشرة ما نجمتش وما خبطهم من زحمة تجي 20 ضربة لابوني بالكرفاس الحمراء إن شاء الله جاتني فكرة إن شاء الله باش نعملوا ماريو كارت ونلعبوا الكل نكملوهم في سكون سي سي نشوفوا لي كورسو كل على سكون سي سي إن شاء الله يعني فكرت فيها يعني المرة الجاية نعمل حلقة تاع سوبر نينتندو يمكن ما هو السيرة ما يمكن خذيت هذي خذيت هذي واه تصيب لي ليرة عرفتها حبيت تصيبها على باوتر كي كان فايتها استنيتني انا وعطت لي ليرة راح ديما في المقدمة يتعرض للهجوم في الكورس مانيش حلوه هيك ما
ما عنديش حل لهذيك. مش تضرب باش تضربني الزرقاء ديما تضرب اول واحد اللي موجود في الطليعة. رميتها لهم في الاخر. يضرني متاع لي كورس فابوري هذوك. عندك تنجم تعمل 6 كورسات فابوري. وتعني منها يعني كيما نقولوا المفضلة. هذا أصعب واحد. أصعب واحد وقبل واحد. كراهم زي بالعكس. أفضل لي بيت نركب عليها. اوكي على الاقل يضرب. لا محالة ما ضربش اللي حاجتي بيه. رجعت بليش وي. شوفوا كيفاش عمل التكنيك.
نكملوا زوز كورس اخرين ونكملوا حلقتنا نتاع اليوم، نكملوا اللايف نعديوا على ليتس بلاي زياد الباج بتاعنا على الفيسبوك، وتنجموا تشاهدوا الحلقه ان شاء الله بجوده ممتازه على قناه يوتيوب بعد نهار او نهار ان شاء الله.